السلام عليكم، مرحبا محبي النباتات، اهلا بكم. هذا المنظر الجميل ما شاء الله. هذا ليس بحديقة ولا ببستان ولا بغابة، انما فقط نباتات في اسس فوق سطح المنزل. يمكنكم غرس جميع انواع النباتات في اواني، في جميع انواع الاواني، في اسس وفي صناديق وفي أحواض وفي أي إناء، والحصول على حديقة جميلة. يمكنكم غرس كل أنواع النباتات، الشجيرات خاصة الشجيرات العطرية مثل نبات اللويزة وشجرة اللويزة وشجرة العطرشة والعطرة والميرامية، أنواع كذا كثيرة من الشجيرات العطرية وإكليل الجبل، وشجيرة الزينة كالتيكوماريا والجهنمية ما شاء الله، ونباتات عطرية ونباتات زينة كالأقحوان والهيبسكس، أنواع جميلة من النباتات والشجيرات نضعها في حواف المكان على الجانب، ونضع بجانبها أسس صغيرة أقل حجما من نباتات أخرى كالعنكبوت هذه ونباتات القحوان ونباتات الجزانيا وأنواع كثيرة من النباتات الزينة ما شاء الله. هذا نبات أو زهرة الزينية، الزهرة الوحيدة التي ما زالت مزهرة في هذا المكان، أزهار صيفية رائعة ما شاء الله الزينية. طبعا الجو ساخن والنباتات معظمها مجهدة ومتعبة، لذلك لا يوجد إزهار هذه الأيام، معظم النباتات لم تعد تزهر. إجهاد حراري لنباتات الزينة، وهذه شجيرة أو شجرة الكرز، يمكن غرس الشجيرات كذلك أشجار مثمرة بأواني كبيرة، حصول على بستان صغير وحديقة جميلة فوق السطح. وهذه عصيات جمعتها في كلها في هذا المكان، كل هذه النباتات يمكن وضعها في مكان به ظل أو نصف مظلل خلال فصل الصيف ما شاء الله. النباتات جميلة، السنسيفيرة الرائعة، نبات داخلي وخارجي يمكن وضعه داخل المنزل كذلك. إذا لم نجد مكان به ظل يمكن أن نعمل خيمة لتظليل هذه النباتات الجميلة. يجب حماية كل نباتات الزينة، حتى العصريات نضع لها خيمة ظل كذلك ما شاء الله. هذه الأنواع الجميلة نضعها في أماكن مظللة كما ذكرت، وتغرس في الأسس، ولذلك يسهل نقلها من مكان إلى آخر. هذه كواليس العمل، هنا وضعت هذا النبات، هذا نبات تراديسكانتيا أذن القط في هذا المكان. كنت تصوير يتم التصوير لبعض الفيديوهات، وفي كل مرة أختار ركن التصوير ما شاء الله. هذا نبات نباتات العنكبوت والمكحلة ما شاء الله، نباتات جميلة. كما ذكرت يمكنكم عمل حديقة فقط بأسس نباتات نزاحمها بهذا الشكل، نجمعها في مكان واحد وفي مكان مظلل لحمايتها من الحر الشديد، وكذلك الحصول على حديقة جميلة ما شاء الله من جميع الأنواع النباتية الرائعة. يفضل أن تغرس هذه الأنواع في فصل الربيع، فصل المعتدل، وتحافظ عليها في فصل الصيف وتنمو مع الوقت، ونحصل في الأخير على حديقة جميلة سواء في بلكونة صغيرة أو فوق سطح المنزل. خاصة هذه الأسريات الجميلة يمكنكم إكثارها بسهولة في فصل الصيف، والحصول على حديقة صغيرة من العصريات والصبريات الجميلة.
أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.